السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناتكم ام اش كويزين اند فلوجز. لاول مره تشوف الفيديو تاعي نقولكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بنات اليوم جبت لكم وصفه تاع كلاصاج ميواغ وشوكولا سهله. نبداو ان شاء الله بالمقادير وطريقه التحضير. نحتاجو 180 غرام تاع سكر عادي، 120 غرام تاع كريمه سائله، 8 غرام تاع جيلاتين، 60 غرام تاع كاكاو، و 140 غرام تاع الماء. بالنسبه للجيلاتين البنات، انا استعملت اغار اغار هنا في اسبانيا اللي هي نباتيه حلال. هذه هي اون بودغ اللي راح نستعمل عليها شويه ماء. كما راكم تشوفوا البنات، ندير لها شويه ماء ونخليها جانبا. هذا الكلاصاج البنات سهل ويجي نتيجه روعه. تبعوا فقط المقادير وطريقه التحضير وتنجحوا فيه باذن الله، وان شاء الله تخلوا لي الاراء تاعكم اللي تجربه، تخلي لي الاراء تاعها في الكومونتير. اول حاجه البنات نجيبو الكاسرونه تاعنا، نحطو السكر ونزيدو عليه داك الماء والكريمه، كريمه سائله، ونخلطو الكل مع بعض ونحطوهم فوق النار حتى يغلي. كما راكم تشوفوا البنات حطيتهم فوق النار ونبدأ نخلطو باش داك السكر يذوب حتى اللي يغلي لنا الخليط تاعنا. بنات هنا بعد ما غلالي عفوا الخليط تاعي، نقلعوه من فوق النار بهذه الطريقه ونضيفو الكاكاو. الكاكاو البنات هنا انا راني مغربلاته، يعني لازم تغربلوه. قلنا 60 غرام تاع كاكاو، ونخلطو الكل مع بعض حتى يولي الخليط متجانس والكاكاو هذا كيدوب لنا مع الخليط. وردوه فوق النار البنات غير واحد شوية، غير بدا يغلي لنا البنات نقلعوه من فوق النار. كما راكم تشوفوا مع التحريك شفتوا البنات غير بدا يغلي لنا، طفيت النار عليه ونزيدوا عليه هذيك الجيلاتين تاعنا. كما قلت لكم هنا البنات اللي ساكنين في اسبانيا كاين هذه اغار اغار فيجيتال يعني نباتيه. موسيقى
نحركوا البنات مليح. ونصفوا الخليط تاعنا هذاك. ونخلوه يبرد البنات بعد ما نصفوه نخلوه جانبا يعني يبرد. راه كيما راكم تشوفوا راه يغلي راه حامي بزاف، لازم قبل ما تستعملوه لازم يكون دافي، يعني يكون رايح للبرودة، يكون دافي ما يكونش حامي. وتستعملوا الكلاصاج تاعكم في الحلويات اللي بغيتوهم. كما راكم تشوفوا انا استعملتها في الحلوى هنا. ان شاء الله يعجبكم البنات الفيديو، وان شاء الله تخلوا لي الاراء تاعكم في لي كومونتير. نقول لكم انا تهلاو لي بزاف بزاف في رواحكم. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. مرحبا بكم جميعا، الى فيديو قادم. سلام.